حياتي في الدار كانت احلى من حياتي في الحرب. حياتي بالدار كنت برا على المدرسه اقول البدرس، كنت متماسكه في احلامي اطلع يا شرطيه يا امسك تطريز يا امسك خياطه، كنت بدي اطلع من هذول كل الشغلات. فاجت الحرب ما توقعت انها تيجي الحرب. في احلام متماسكه فيها وفي احلام فرتت. انا ما هسرسك، عمري 15 سنه وبأولى ثانوي، عايشة عند أمي وخواتي، إحنا 9 أنفار. كنت بصحى الصبح بروح على المدرسة مش زي اليوم، بصحى الصبح بروح بعبي مي عشان أغسل، بصف من 6 لـ 8 على جلانين مية. بعديها بعد ما خلص عب المية بروح على خيام الصحافة على خيام النازحين بسألهم في غسيل في جلي، بأخذه بجيبه بشتغل فيه. بعد ما خلص هذا الإشي بأرجع لهم تاني أي شغلة بدهم إياها، مثلا أي مكان أكل بيقدروش يروح يجيبوا من البلد أنا بروح أجيب، تعباية مية مش قادرين يعبوها أنا بروح أعبيها. يعني كل هذا أنا معتمدة على نفسي، وأنا كل هذا بروح بأعمله عشان أقدر أمرق إشي منه، أي كل مصدر دخل من هذا الشغل أنا بشتغله. يعني وين ما كان اللي بيبعتوني عليه أنا بروح. الدروس اللي تعلمتها من الحرب ما توقعتش يوم من الأيام إني أشوفها، فشفناها هذه الدروس. يعني شفنا إنه يعني شفنا الناس كيف، وشفنا كيف الناس بتتعامل مع بعضها. ويعني هذا الاشي انا ما كنتش حشوفه في الايام اللي مليحه، بس شفته في الحرب هذه الاشياء. في ظل عدم وجود كهرباء وماء وعدم وجود الات غسيل، انها بتروح بتغسل لنا ملابسنا وبتعبي لنا ميه، بحيث احنا مش فاضيين، يعني بنكون دائما مشغولين في تغطيه الاحداث. ومها هي بتكون الايد الثالثه لنا في المكان. كل شيء لوجستي موجود في المستشفى، مها بتلبي لنا اياه. نيا.